بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المحلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بكنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، نسأل الله القبول والتوفيق والسداد والرشاد. قال: وشرطها أي الجماعة فيها كغيرها، أي كشرط غيرها، كنية الاقتداء أدي واحد، والعلم بانتقالات الإمام أدي اثنين، وعدم التقدم عليه أي على الإمام أدي ثلاثة، وغير ذلك أدي أربعة. غير ذلك ده يشمل أكثر من شرط قد تكلمنا عليه قبل ذلك مما تقدم في باب الجماعة، يعني من الشروط التي تقدمت في باب صلاة الجماعة. يبقى وشرطها يعني شرط صحة الجمعة، أن تصلى جماعة، يعني أن تصلى مع إيه؟ مع الجماعة. بس لا، ما هو لا، بل هناك شروط أخرى قد مر الكلام عليها، يعني يشترط زيادة على ما سبق، فكأن الجماعة هنا شرط زائد على شرط بقية الشروط التي ذكرت في صلاة الجماعة، إلا في النية، فإن النية في صلاة الجمعة تجب على كل من الإمام والمأموم، وأما في الجماعة فإنها تجب على المأموم دون الإمام. طيب، تاني حاجة بقى هنا كده ايه، واضحة ما فيهاش مشكلة، صح كده؟ بعد كده قال لك: وزيادة، ها، وأن تقام بأربعين، يعني بقى هناك بقى شروط أخرى ايه بيذكرها. يبقى الجماعة، الجماعة بأي عدد؟ لا، الجماعة بأربعين، ده عند الإمام الشافعي كده، الجماعة ولا بد أن يكون 40 من أصحاب الكمالات. يبقى وأن تقام الجماعة 40 شخصا، ويشترط في كل واحد من 40 الشروط التي ذكرها بعد ذلك، أن يكون مكلفا. يعني مكلف يا مشايخ الإسلام؟ يعني بالغ وعاقل، حرا يعني ليس عبدا، وأن يكون ذكرا يعني ليس أنثى. ليه؟ قال: لأنه الصبي لا تجب عليه، المجنون لا تجب عليه، العبد لا تجب عليه، المرأة لا تجب عليها. طب والمريض؟ قالوا: المريض من أهل الكمال تنعقد به ويعد من 40. طب ولماذا لم تجب عليه؟ لم تجب عليه لا لنقص فيه، وإنما الشارع أراد أن ييسر عليه، أراد الشارع أن يرفق به فلم يوجبها عليه. قال: وروى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بالمدينة. جمع يعني إيه؟ مش جمع، بس جمع يبقى صلى ايه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء معا، انما جمع يعني صلى الجمعة. يقول لك: جمع بالمدينة يعني صلى الجمعة في المدينة. وكانوا 40 رجلا، يعني كان الذي جمع بهم وصلى بهم الجمعة 40 رجلا. طب فين وجه الدلالة؟ يقول لك الإمام النووي في المجموع: وجه الدلالة أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد، هذا أول حاجة، أجمعت الأمة على اشتراط العدد. وما دام الأمة أجمعت على اشتراط العدد، يبقى لا يثبت العدد إلا بما ثبت به توقيف، يعني إلا بدليل. وثبت إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها 40،
طب ما هو ما فيش امر، ما قالش قال لا في امر صلوا كما رايتموني اصلي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ب40، يبقى نحن لابد ان نصلي كما صلى، وهذا امر، والامر للوجوب ما لم تصرفه قرينه. يبقى لابد حينئذ ان نصلي ب40 كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ب40. يعني ما ينفعش نصلي ب50، ما هو اللي صلى ب50 صلى ب40 وزياده، اللي صلى بكام؟ ب50 صلى ب40 وزياده. ولم تثبت صلاته، خلي بالك، لان واحد ممكن يقول لك ايه، طب ده النبي صلى، صح، صلى، طب هو فعل النبي يدل على الوجوب؟ ده الفعل قد يدل على الوجوب، وقد يدل على الاستحباب، وقد يدل على وهكذا. اضعفها ان هو يحاكك معك في الوجوب والاستحباب، تقول له لا انا عندي طريقة معينة في الاستدلال، متى اتبعتها وصلت بي الى النتيجة. انا بقول لك ان هو الأمة اجمعت على انه لابد من العدد، وان الاصل الظهر. طيب، ولم تثبت صلاته، يعني احنا قرأنا كده لما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نرى أنه قد صلى بأقل من 40، ولو كان صلى بأقل من 40 كان نقل إلينا. ليه؟ لأن هذا مما يحتاج إليه في الشرائع، فيلزم حينئذ نقله. ولم تثبت صلاته لها، يعني الجمعة، بأقل من ذلك، وعلى هذا فلا تجوز بأقل منه، ولا تجوز ب40 فيهم أمي قصر في التعلم. ليه؟ لأن صلاتي مرتبطة بصلاته. قال الارتباط صلاتي بصلاته في الصحة، فصار كاقتداء القارئ بالأم. لو أنت قارئ للفاتحة وهو ليس قارئا للفاتحة، ما ينفعش تصلي وراه، لا يصح أن تصلي خلف الأم. أنت بتجيد قراءة الفاتحة على رواية حفص عن عاصم وهو لا يجيد قراءته، بدل ما بيقول أنعمت بيقول أنعمت، الذي أنعمت عليهم، أقول لك لا أنعمت أو أنعمت، ده أنت مصيبة سود. طيب، يبقى هنا الدليل ده روى البيهقي عن ابن مسعود يحتاج إلى صياغة معينة في طريقة الاستدلال، والصياغة المعينة ديت هي ما يسمى وجه الدلالة. أنت استدلت بها من أنهي جهة؟ لما بيبقى فيها احتمال يا أخ خيري. طيب، والصفات المذكورة مع الإقامة الداخلة في الاستيطان تقدم اعتبارها في الوجوب، واعتبرت هنا في الانعقاد. الصفات المذكورة بقى اللي هي ايه بقى؟ واخد بالك، مع الإقامة. الصفات المذكورة مع الإقامة، فين بقى؟ هات لنا كده، ارجعوا ورا في الصفات المذكورة مع الإقامة. الداخلة، الداخلة، الصفات المذكورة مع الإقامة الداخلة في الاستيطان تقدم اعتبارها في الوجوب، واعتبرت هنا في الانعقاد. اللي هو بقى ذكرها فين بقى؟ هاتوها كده، ارجعوا ورا. ارجع لورا، فين يا كل مكلف حر ذكر، مقيم، أي الإقامة، إيه؟ بلا مرض ونحوه. بلا مرض ونحوه. يبقى الصفات المذكورة مع الإيه؟ مع الإقامة اللي هي مقيم. الداخلة في الاستيطان، مع الإقامة كمان داخلة معها الإيه؟ يبقى مقيم، والمقيم ده إما إيه؟ إما مستوطن وإما متوطن.
عارفين الفرق ما بين المستوطن والمتوطن؟ متوطن يعني انا، والمستوطن حضراتكم. ليه؟ لان حضراتكم ايها الطلاب العلم واخد بال حضرتك تقيمون في مصر فترة من اجل التعلم ثم بعد ذلك ترحلون، فبتسموا ايه؟ مستوطنين. بس مستوطنين، مستوطنين في الفقه مش مستوطنين يهود. واجمل مستوطنين في الدنيا هم طلاب العلم. يبقى اتخذ ذلك وطنا ثم بعد ذلك عدوا الى ايه؟ الى بلد. اما انا، انا متوطن. ليه؟ لانني لست على عزم العودة. انت هتقعد سنة اثنين تلاتة عشر عشرين هتروح، هتروح مهما طال بك الزمن فانك سوف تعود الى وطنك. اما انا متوطن، هروح فين؟ قاعد هنا الى ان القى الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا متوطن وعندنا ايه؟ مستوطن. يبقى يتجب على المتوطن وعلى المستوطن. يبقى مع الإقامة الداخلة في الاستيطان، يبقى عندنا إيه؟ الإقامة دي داخلة فين؟ في الاستيطان اللي هي التوطن أو المستوطن. مقيم يعني إيه؟ مقيم يعني مستوطن. تقدم اعتبارها في الوجوب. شو بقى الجملة دي كده اتفكت أهي. تقدم اعتبار هذه الشروط فين؟ في وهنا كمان اعتبر هذه الشروط اللي هي إيه بقى؟ اللي هو التكليف. البالغ العاقل، الحر، الذكر. هذه الأربعة اعتبرت هنا فين؟ في الانعقاد. طيب، ما هو أنا عندي برضك البلوغ والعقل والحرية والذكورة اعتبرت فين؟ في الوجوب. واعتبرت فين؟ في الانعقاد. ده هو بس عايز يقول لك إن نفس هذه الشروط اعتبرت فيه وجوب الجمعة، واعتبرت هنا كذلك في انعقاد الجمعة. واضح كده يا مشايخ؟ طيب، والصفات المذكورة ايه بقى الصفات المذكورة اللي هي مكلفا حرا ذكرا؟ خلي بالك، والصفات المذكورة اللي هي ايه؟ ان تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا مع الإقامة وتخش معهم كمان الإقامة، هذه معتبرة في الوجوب. حلو كده؟ ومعتبرة هنا في الانعقاد. خلاص وضحت معاك ولا ما وضحتش؟ حلو. يبقى أنا عندي صفات للوجوب وعندي صفات للانعقاد. يبقى لا تنعقد إلا بهذه الشروط. وجدت هذه الشروط انعقدت صلاة الجمعة. افتتحناها، انعقاد يعني افتتاحها. هناك وجوب يعني إيه؟ يعني أنه إذا وجدت هذه الأوصاف تعلقت بذمتك. وهنا إذا وجدت هذه الأوصاف افتتحنا الجمعة، بدأنا فيها. الله، صدق الجملة دي جملة كانت مغلقة. والصفات المذكورة، عندك حاجة؟ يعني احنا مستوطن يعتبر 40. طبعا، ما انت منين؟ 41؟ طبعا، ده انت من اعظم الاربعين كمان. اما المقيم في فرق بين المستوطن لا، هي تجب على الاثنين، مستوطن والمس. بعضهم بيقول لك ايه؟ ان تجب على ايه؟ في الانعقاد، في الانعقاد العدد، الانعقاد، الانعقاد بيقول لك والصفات المذكوره مع الاقامه الداخله، الداخله في الاستيطان، تقدم اعتبارها في الوجوب واعتبرت هنا في الانعقاد ايضا. وبيقول لك هو يعتبر فيه ان يكون مستوطنا بمحل الجمعه، اهي شرط من شروط الانعقاد ايضا، ما هي شرط من شروط الوجوب وهي شرط من شروط الانعقاد. مستوطن ليس بمقيم. ازاي انت مش مقيم؟
ولذلك انت حضرتك بتفضل تقصر لغايه ما تسافر؟ يعني عمار يفضل كده يقصر لغايه ما يسافر، وانت هتقصر لما تسافر؟ ما انت مقيم، والمقيم ده على شقين، اما ان يكون مستوطن واما ان يكون متوطن، خد بالك. لكن انت مقيم وانا مقيم، خد بالك. لكن فرق بين اقامتي واقامتك ان اقامتي دائمه شانها هكذا، واما اقامتك على عزم العوده الى وطنك بعد فتره ان شاء الله. طيب انت عايز تقول لي بس، انت ايه اللي مزعلك؟ انت ساكن هنا، تعال اسكن هناك. انا مقيم بقى. انت مقيم بس مستوطن مش متوطن. يعني انا معدود. انت من الاربع. هو بيقول لك اهو، ويعتبر فيه ايضا ان يكون مستوطنا بمحل الجمعه من الشرط الثاني، لا يضعن عنه شرط صيفا ولا شتاء الا لحاج. طب وانت بتضعن عنه صيفا ولا شتاء؟ بيقول لك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم الاستيطان. طب ما أنت مستوطن أهو، أنت هتضعن في الشتاء؟ هتضعن في الصيف؟ ويعتبر فيه أن يكون اللي هم إيه بقى؟ اللي هم الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة، أن يكون مستوطنا بمحل الجمعة. في محل الجمعة الحي السابع، يبقى حضرتك تبقى مستوطن. مثلا احنا بنتكلم ده لو هنفرع على مذهب الإمام الشافعي، أما العمل الآن فهو على مذهب أبي حنيفة الذي أجاز لنا يعني تعدد الجمعات يعني بصورة قد رفعت عنا المشقة والحرج. ولو هنمشي على المذهب الشافعي يعني مش هتمشي معانا القضية، صعبة. ولماذا بدل قوله من مقيم الى مستوطن؟ كان في الاول في الوجوب وقال كل مكلف قبل ذكر مقيم مقيم، وقال مستوطن، وهنا قال مستوطنا يعني متوطنا بمحل الجمعه، لتنويع العباره فقط، لتنويع العباره. لكن انا عندك حاجه، قال حاجه القليوبي فيها قال ايه؟ والمقيم غير المستوطن. والمقيم غير المستوطن، لا يبقى هنا استعمل المقيم بمعنى اللي هيضعن بعد مرحله. الاصح ان الجمعه لا تنعقد به كما هو ظاهر كلام المصنف، ثم اطلق جماعه الخلافة في كل منهم لا يترخصوا. وصرح جماعة بأنه جار في المسافر الذي لا لا لا، ده مش ده المعتمد، المعتمد اللي احنا شغالين عليه. ونقل وهب أيضا من أبو جهصايز. بيقول لك والمقيم غير المستوطن، ويقول لك لا يضعن أي لا يرتحل عن الموضع الذي تقام فيه الجمعة شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم وأتى بالحديث الذي ذكره هنا. قوله لا يضعن إلى آخره بيان الاستيطان كما هو صريح لفظ المحرر، والحاجة نحو التجارة والزيارة أو الهرب من نهب أو ظالم ونحو ذلك ثم لا يرجعون. ده تعريف المستوطن. قال مكلفا حرا ذكر مستوطنا أن الصبيان والمجنون والعبيد والنسوة لا تجب على طيب لا ولا يرد على هذا المريض، لأنه نفس الكلام اللي احنا قلناه. وهنا بيقول لك لا يضعن والمقيم غير المستوطن، والمقيم غير المستوطن. ما هو المقيم يا مولانا بيشمل المستوطن ويشمل المتوطن، فعايز يقول لك والمقيم غير المستوطن الأصح أن الجمعة تنعقد به. هي القراءة بس اللي ممكن تبقى ايه مش مضبوطة. والمقيم غير المستوطن، انت عارف ان انت بالقراءة والنبر ممكن تغير المعنى. أصل غير المستوطن دي صفة للمقيم، والمقيم الموصوف بأنه مغاير للمستوطن الأصح أن الجماعة أن الجمعة لا تنعقد به، يبقى خبرها أن الجمعة لا تنعقد به، مش والمقيم غير المستوطن، مبتدأ وخبر.
المقيم مغاير للمستوطن، لا، ده المقيم إما أن يكون مستوطنا وإما أن يكون غير مستوطن. طب المقيم غير المستوطن، المقيم غير المستوطن، غير المستوطن يعني المتوطن، واخد بال حضرتك؟ والمقيم غير المستوطن ماله؟ قال لا تجد الجمعة لا تنعقد به كما هو ظاهر كلام المصنف. طب المقيم المتوطن هتنعقد به، لكن ظاهر كلام المصنف ان المقيم غير المستوطن. طب مين بقى المقيم غير المستوطن؟ اللي هو بيضع عنده صيفا وشتاء. لا، بيضع صيفا وشتاء يعني بيرحل كل فترة، هنا 6 5 أشهر، وهنا 3 أشهر، وهنا 4 أشهر، وهنا وهنا، بيدور بيلف. أما حضرتك لا. والمقيم غير المستوطن لا تنعقد به الجمعة. طيب كما هو ظاهر كلام المصنف، لأنه قال لك إيه؟ لا يضعن شتاء ولا صيفا، يبقى يفهم منه إيه؟ أن من يضعن شتاء وصيفا فإنه لا تنعقد به الجمعة. طيب قال ثم أطلق جماعة الخلاف في كل منهم لا يترخص. يعني إيه دي بقى لا يترخص؟ دي راجعة لإيه؟ طيب وبعد كده قال لك وصرح جماعة بأنه جار في المسافر الذي نوى إقامة 4 أيام. يبقى أنا عندي مقيم يا مولانا غير مستوطن، وعندي مقيم وهو مسافر نوى أن يقيم 4 أيام، خبرك. وذكر جماعة أن هذا في خلاف. قال الرافعي هو جار في من نوى إقامة يخرج بها عن كونه مسافرا، قصيرة كانت أو طويلة، خبرك يعني ممكن أنتوا تخشوا فيها. وشذ البغوي فقال هو جار في من طال مقامه وفي عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر. وشذ البغوي فقال هو جار، الخلاف جاري في اللي هيقعد فترة يتعلم ويروح. قال لا، الخلاف ما يجريش في ده، ده هو بيقول لك وشذ. قال فإن نوى إقامة إلى آخره. أنت عايز عندك حاجة؟ زي ما كان توتن، لأن المستوطن أي توتن، متوتر. في مستوطن وفي متوتر. ولا ترجمة ولا تفسير كما قرأتم، المستوطن أي متوتر. لا لا، المستوطن يا سيدي الفاضل هو كالمتفقه. المستوطن هو الذي جلس يتفقه ويذهب بعد ذلك إلى بلده، أو التاجر هيقعد كم شهر كده يخلص صفقات في هذا المكان ثم بعد ذلك يسافر، ده مستوطن. المتوطن يعني من يتخذ هذا المكان وطنا، جالس ومش هيروح. يبقى أنا متوطن وأنت مستوطن. الخلاف بقى وارد لا الاثنين مقيمين، لأنه هذا أقام إقامة، هذا يسمى مقيم وهذا يسمى مقيم، لكن أنا مقيم ومستوطن. بس هنا بيقول لك والمقيم غير المستوطن. طيب المقيم بقى غير المستوطن، لعله هنا المتوطن يعني، لأنه عشان يأتي الخلاف في مين؟ يأتي الخلاف في المتفقه والتاجر. فهل الخلاف جاري فيهم ولا لا؟ هل تنعقد بهم الجمعة أو لا تنعقد؟ طيب طيب احنا هنقرا اللي عندك، اللي عندك بيقول ايه؟ احنا عندنا هنا بيقول لك مستوطنا بمحل الجمعات والمعلوم من الشرط الثاني. طيب لسه على الإقامة. قال بعد ذلك خلص هو المسألة فيها بسرعة. طب هات لنا كده المغني، خد يا عم الشيخ ده كلامه حلو، ها هات المغني. حد يقراها كده
حد هيقراها كده يا عم الشيخ؟ بيقول لك اهو مستوطنا بمحلها لا يضعن عنه شتاء ولا صيفا الا لحاجه كتجاره وزياره فلا تنعقد وغير المكلفين ولا بغير المستوطنين كمن اقام على عزم عوده الى وطنه بعد مده. ولو طويلة لا يبقى انتوا خارجين. هنا الكلام ما وضحش. يبقى بيقول وغير بيقول لك ولا بغير المستوطنين، يعني ولا تنعقد بغير المستوطنين. يبقى المصطلح حاجة تاني. كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه بعد مدة ولو طويلة. لا ولو طويلة يعني لو كانت المدة طويلة. كالمتفقهة والتجار لعدم التوطن ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة. يبقى استعملها يبقى بغير المستوطنين. يبقى انتوا لا تنعقد بكم. يبقى لا تنعقد بكم الجمعة عند الشافعي. أحسن. كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والتجار لعدم التوطن. وبعد كده قال ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة وإن سمعوا النداء لعدم الإقامة بمحلها. وهل يشترط انعقاد إلى آخره. خلاص كده جاوبنا عن هذا. كده عندنا اصطلاح. لا يبقى الاصطلاح ده، لا انا سمعت هذا الاصطلاح من مشايخنا، ولكن الاصطلاح اللي على هنا اصطلاح التوطن والمستوطن ده انا سمعته من بعض مشايخنا قديما، ولكن يبقى اللي في الكتاب هنا مختلف. الاصطلاح مقيم ومستوطن. مقيم ومستوطن، خد بالك. يبقى المستوطن اللي هو اتخذ ذلك وطنا. المستوطن اتخذ ذلك. طيب والمستوطن والمقيم غير المستوطن اللي هو حضراتكم. لكن انا سمعت قديما وانا بقرا كفاية الاخيار على بعض مشايخنا فرق لي ما بين المستوطن والمتوطن، واخد بالك. ولكن اللي في الكتاب هنا مصطلح اخر، واخد بالك. لكن هنمشي على اللي في الكتاب لان هذا هو الذي نلزم به. وعلى ذلك يبقى المقيم إما أن يكون مستوطنا وإما أن يكون غير مستوطن. يبقى المقيم غير المستوطن هو الذي أقام على عزم العودة ولو بعد فترة طويلة، واخد بالك. هل تنعقد به أو لا تنعقد به؟ كما في الكتاب هنا لا تنعقد به. طيب والمقيم المستوطن بقى اللي هو ده اللي تنعقد به، اللي هو اتخذ ذلك وطنا لا ينوي العودة إلى بلاده بعد ذلك. ما احنا قلنا بقى قلنا ده المصطلح ده مش مستعمل هنا، ما فرقش ما بين المستوطن والمتوطن. لكن أنا كما قلت لك سمعت هذا المصطلح من بعض مشايخنا وأظن أنني قرأته في بعض الكتب. يا سيدي كنت مرة مع الشيخ عبد العزيز الشهاوي كأنه وافق لشرحكم متوطن ومستوطن. هناك فرق بين لا ليس هنا فرق يعني بين إقامة ديمومة وإقامة قليلة. يبقى هو المتوطن اللي هو اتخذه وطنا والمستوطن هو الذي سيعود بعد ذلك إلى دياره. أنا سمعت كلام من مشايخ قديم، يعني الكلام ده مثلا داخل على 30 عاما وأنا بقرأ كفاية الأخيار على الدكتور كمال سمعت منه هذا التفرقة بين المتوطن والمستوطن. لكن اللي هنا بيقول لك ولا بغير المستوطنين، خد بالك. كمن أقام، يبقى كمن أقام ده غير مستوطن. لكن لعله هنا استعمل يعني اختلف الاصطلاح. طب هات لنا كده البجولي. انت ذكي يا مهدي. او حكى وجهه من الوجوه صحيح. او ممكن تبقى اصطلاح للمتاخرين حاجه زي كده. شمال.
يقول لك وأما الاستطان فهو شرط لانعقادها لا لصحتها ولا لوجوبها، يعني يتجب على المستوطن لكن ليس يعد من الأربعين. تجب على تجب على بيقول لك وأما الاستطان فهو شرط لانعقادها لا لصحتها ولا لوجوبها. هنقرأ كل ده. فتصح من المسافر والمقيم غير المستوطن، وتجب على الثاني كمجاوري الأزهر، فتجب عليهم الجمعة لإقامتهم بمحلها وإن لم يكونوا مستوطنين. ولذلك اعترضوا على المصنف في ذكر الاستيطان من شروط الوجوب، فلو أبدله بالإقامة لكان أولى، وأجابوا عنه بأن المراد بالاستيطان مطلق الإقامة، ويدل لذلك اختصار الشرح في مفهومه على المسافر ولم يذكر الاستيطان. ويمكن أن يجاب بأن مفهوم الاستيطان فيه تفصيل، فإن كان المستوطن، طب بعد كده قال لك والناس في الجمعات ستة أقسام: من تجب عليه وتنعقد به وتصح منه وهو من توفرت فيه الشروط كلها، ثانيها من تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه وهو المقيم غير المستوطن. بس برضه كنا ما فرقش، هنا لم يفرق، يبقى ماشي مع المغني. يقول لك والاستيطان وكان الأولى أن يعبر بالإقامة بدل الاستيطان، لأنه ليس شرطا للوجوب وإنما هو شرط للانعقاد، إلا أن يجاب بأنه أرضى بالاستيطان الإقامة، أو بأن المفهوم في تفصيل بين المقيم والمسافر كما مر. لا، ما الكتب هنا ما فرقتش، الكتب هنا مولانا ما فرقتش. خلاص خلينا ماشيين مع المغني، خلينا ماشيين مع المغني. طيب الله الله الله. طيب دعكم من هذه التفرقة، ماذا ما وجدناش في كتاب تبقى خاصة بالمشايخ. طيب يبقى ولا بالمتوطنين خارجة. طيب فهمنا بقى أخوانا إن هي إيه، إن غير المستوطن كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والتجار، يبقى ده غير ايه؟ غير مستوطن. تجب عليه ولا تنعقد به، يبقى هو مش محسوب من الأربعين. حلو، خلصناها. طب والفرق، دعكم من هذا الفرق، سمعناه من شيخنا ولكن لم نجده في المغني ولا في البجوري، يبقى احنا ماشيين على اللي وجدناه، وهذا ايه؟ أأمن وأضمن. قال وأن يكون مستوطنا، يبقى مستوطن خرج مين؟ غير المستوطن، كالوافدين. كالوافدين يبقى لا تنعقد به، بس تجب عليه، يعني حضراتكم تجب عليكم الجمعة ولا تنعقدوا بكم. إذا قررنا هنا مستوطن هو متوطن، ما فيش فرق ما بين الاثنين. ولذلك الخطيب قال لك إيه؟ غير لعدم التوطن، فجعل المستوطن هو المتوطن. فمن الآخر هنمشي مع مين؟ مع المصطلح الذي رأيناه بأعيننا، وده اللي احنا شرحنا عليه كتير، حتى لما شرحنا متن ابي شجاع وشرحنا الزبد والى اخره مشينا على هذا. اول مره نظهر ما قراناه سابقا على مشايخنا. قال ويعتبر ان يكون مستوطنا يعني متوطنا بمحل الجمعه، يعني في المكان الذي تجب فيه الجمعه،
المعلوم من الشرط الثاني، الشرط الثاني الذي تكلمنا عليه قبل ذلك اللي هو ليه الاستيطان، بيقول لك لا يضعن، يضعن يعني يرحل. الشرط الثاني في محل الجمعة. فين الشرط الثاني؟ هاتوا كده. ما هو الشرح الأولاني الخطة والثاني. الشرط الثاني ان تقام في خطه ابنيه. ايوه المعلوم من الشرط الثاني، اصل ما دام هتقام في خطه يبقى ده مكان ايه؟ مكان وطن لهم، واخد بالك؟ يبقى هذا الشرط او هذا الكلام اللي هو مستوطنا بمحل الجمعه علم من الشرط الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو ان تقام في خطه ابنيه المجمعين. طب ما دام هتقام في خطة أبنية المجمعين معناها إيه؟ معناه إنه هو متوطن فيه، معناه إنه هو مستوطن. لا يضعن يعني يضعن بمعنى يرحل، يشيل كده عزاله وينقل من السابع للعاشر صيفا. شتاء وجد المطر شديد هنا، يذهب إلى مكان آخر لا مطر فيه. ولا صيفا، وجد ان الصيف هنا فيه جفاف ما فيش مطر ولا ماء، بيرحل الى مكان اخر فيه ماء الا لحاجه. طب ما انا اهو مسافر وبذهب الى مثلا اؤدي عمره او اذهب الى زياره في هذه الدوله او هذه الدوله او هذه الدوله، يبقى اصله انه من شانه انه متوطن او مستوطن، لا يرحل الا اذا كانت هناك حاجه كتجارات. هيروح ينتهي من صفقة في ماليزيا وهيرجع مصر تاني، واخد بالك؟ وزيارة، إذا مثلا زيارة إلى أبيه مثلا في الدولة الفلانية ثم يعود إلى الدولة التي أقام فيها. قالوا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع، لا لم يجمع يعني لم يصلي الجمعة، مش يجمع، يجمع يعني هيجمع ما بين الصلاتين، يجمع يعني هيصلي الجمعة، لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه، يعني لم يصلي الجمعة في حجة الوداع. خلي بالك ان حجة الوداع كانت ايه؟ كانت يوم جمعة. مع عزمه على الإقامة اياما، مع انه قد نوى ان يصلي، مع أنه قد نوى أن يقيم أياما في حجة الوداع لعدم الاستيطان، يعني لعدم التوتر. ليه؟ لأنها ليست وطنا له. وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة. خلي بالك، ده الشاهد. قلت لا، طب اصل ممكن ما تكونش وافقت يوم جمعه. قالوا لا، ده يوم عرفه كان يوم جمعه، كما ثبت في الصحيحين صلى الله عليه واله وسلم، وصلى به الظهر والعصر. به يعني فيه، في يوم عرفه يعني، به يعني فيه، وصلى فيه يعني في يوم عرفه الظهر والعصر تقديما، كما ثبت في صحيح مسلم. يبقى وصلى بهم الظهر العصر، ده ثابت في صحيح مسلم، وكما ثبت في الصحيحين اللي هو انه يعني لم يجمع والى اخره. والصحيح انعقادها ب40. في كلام مجيد في بخصوص عدم اقامته الجمعه بعرفه للسفر، ولعدم الأبنية فيها لا لعدم التوتر. طب وهنا بيقول لعدم التوتر. ما عرفة كان محل الجمعة. ما بيقول لك هو كان يوم عرفة فيها يوم جمعة، وكان في عرفة أصلا. سهرة. الإيه؟ عرفة أليست سهرة؟ عرفة أليست صحراء يعني؟ ليس محل إقامة. طب وإيه اللي هيفرق؟ ده بيقول لك هو لم يصلي لأنها ليست وطن، فلا يمكن إقامة الجمعة في غير محل الجمعة.
يعني انت عايز تفسد الاستدلال بتاع المحلي صح كده، وعايز تعترض على الشراح وتقول لهم الدليل الذي اقمتموه لا يصلح، بيقول لك لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم الاستيطان. قلت له لا، ده العلة مش عدم الاستيطان، ده المكان ده وطن. طب ما يعني ما هو صحراء، يعني ما هو مش وطن، هي الصحراء وطن. طب يبقى لا يمانع هذا إنها صحراء وأيضا ليست وطنا، إيه المشكلة عندك؟ قول قولوا ما تقلقش، أنا ما بزعلش والله من الأسئلة ولا الاعتراض ولا أي حاجة. بالعكس أنا ببقى سعيد من السؤال. متى غضب الشيخ من السؤال فاعلم أنه لا يريد أن يعلم الطالب. ليه؟ عايز يقول المحاضرة ويقول الكلمتين ويمشي. لا أنا مش كده، أنا بحب أتعلم وأعلم. هذا السفر، هذه الإقامة ليست بارتي أهل السفر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر متى يتخلص من حدثه وسيحدث، أليس كذلك؟ طيب ما هو برضك تضيف إلى هذا إنها ليست وطنا، يعني هذه علة لا تنافي العلة الأخرى. هي أولا إقامة غير قاطعة للسفر لأنه كان على عزم، بس ده هو بيقول لك أياما أياما، يعني أقام بها أياما، أقام بها أياما كم يوم؟ أكثر من ثلاثة؟ لا هنا بيقول الحديث يقول لك أقام مع عزمه على الإقامة أياما، يعني قصد أن يقيم أياما. أو عزم الإقامة فقط، وأياما هو واقع. هو إيه؟ الواقع هو أياما، لكن عزم الإقامة مطلق الإقامة. يعني هو ما كانش، أنت عايز تقول إن هو لعدم الاستيطان ده لا يصلح أن يكون علة. طب ما هو ممكن يبقى لكونه مسافر ولكونه ليس وطنا، والعلة تتعدد. هو لا يجوز أن يعلل بأكثر من علة لحكم واحد؟ يجوز. طب خلاص، هنا بقى للبجرمي إيه بقى؟ ماذا قال البجرمي؟ فعدم إقامته الجمعة، فعدم إقامته الجمعة بعرفة، بعرفة للسفر ليست ما هو معناها ليست للاستيطان، لعدم الاستيطان، لعدم التوتر، وإنما لأنه مسافر، والمسافر لا جمعة عليه. ماشي، ما هو مسافر ومع السفر ليس مقيم، طيب وبعد كده ليه؟ ولعدم الأبنية فيها، ولأنها ليست خطة بناء صح كده؟ نعم. يبقى فات الشرط الأول وفات الشرط الثاني. إنما لما تيجي تقول لي مستوطن يبقى الشروط الأخرى موجودة، خد بالك، ولكن يبقى كأنه عايز يقول لك إن هذا الشرط إنما يكون لو قلنا بأنه وجد الشرط الأول اللي هو خطة الأبنية وأنه كان مقيما وليس مسافرا، وإنما تركها من أجل الاستيطان، وهو لم يتركها من أجل الاستيطان، إنما ترك الجمعة من أجل أنه ليس مقيما وليس هذا المكان مؤهلا للإقامة فيه. طيب، ومن ثم قال شيخنا العزيزي، ومن ثم يعني ومن هنا كلامه وجيه، يعني إن العلة ليست هي، واخد بالك، عدم الاستيطان، إنما العلة هي أنها ليست خطة بناء وأنه ليس مقيما بل هو مسافر. السفر منع من وجوب الجمعة، رقم اثنين خطة البناء مانع أيضا من الوجوب، مش من أجل أنه ليس مستوطنا. ماشي كويس، كمل. ومن ثم قال شيخنا العزيزي هذا، ومن هنا، من ثم يعني ومن هنا،
هذا التعليل وهو قوله لعدم التوكل مشكل قديما وحديثا. مشكل قديما وحديثا. مشكل قديما وحديثا. قوله تقديما أي للسفر يا عبد البر. طب أنا أعمل إيه؟ أعمل إيه يعني؟ اللي بيجرمي نفسه قال لك دي مشكلة قديمة ومشكلة حديثة. طب أنا أعمل إيه؟ أعمل جلا جلا مثلا يعني؟ أنا أعمل إيه؟ هي قديما يا مولانا مشكلة وحديثا مشكلة، يعني من الآخر ما تفكتش، يعني من زمان قوي والمشكلة دي موجودة. كل ما يقولوا الاستدلال ده يطلع واحد يقول لك لا ده العيل لحاجة تانية. الدليل ده لا يصلح أن يكون إيه مشكلة، الدليل ده لا يصلح. نكمل ولا نفضل نعيط؟ شو يكفي؟ لو فرضنا هذه الشروط يعني موجودة، الأغنياء وأن النبي صلى الله عليه وسلم مقيم، حديث هذا وطن مكة لأنه كان يعزل. لا هي ليست أصلا عرفة، ليست مؤهلة للإقامة، ممنوع الأبنية فيها أصلا. الأبنية فيها حرام لأنها تضيق على الحجاج، ده ممنوع فيها البناء أصلا. فهي بيقول لك مشكلة قديما وحديثا. طب أنا أعمل إيه؟ فاكر يعني شلتوت هيأتي هيفك المشكلة؟ خلاص افهمها كده. هذا الدليل ذكره علماؤنا الشافعي واستدلوا به على كذا، واعترض على هذا الاستدلال. معناها بقى نعمل إيه؟ لا نقف على هذا المكان وما احنا السايبينه لما نلاقي له حل. طب احنا على ما نحن فيه وما لقيناش حل، وهم على ما هم فيه ما لقوش حل. طب نعمل ايه يا مشايخ؟ عندك حاجة؟ طب ابن حجر في الحاشية ما ذكر حاجة على الدليل؟ قال إمام الشافعي ما في مهمة وليس بعرفة ولا في منى ولا جمعة فيها. قال الشافعي وليس بعرفة ولا منى ولا مزدلفة جمعة ولا صلاة عيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجيئه يوم عرفة يوم الجمعة فلم يصلي الجمعة. صح، لكن هي العلة إيه؟ هو المشكلة في العلة مش في الحكم. العلة هنا إن هو لم يكن مستوطن. العلة هناك يقول له لا لأنه كان مسافر. رقم اثنين لأن ما عرفة ليست يعني مؤهلة للبناء، دي ليست خطة بناء فلم يصلي. هذا كلامه وذكر في الروضة من ومن ومن وأشياء أخرى. يا عم ده إشكال قديم وحديث. فكر التفريق لسه دماغه تعبان. طب ده ايه ده التحفة؟ طيب ده ابن حجر سبق البجرمي بالكلام ده عم زياد. بيقول لك ايه؟ بيقول لك وفيه نظر، فإنه كان مسافرا إذ لم يقم بمحل 4 أيام صحاح، وعرفته لا أبنية بها فليس الدار إقامة إلا أن يجاب بأنه لا مانع أن يكون عدم فعله للجمعة لأسباب. بارك الله في شلتوت، مش أنا قلت لكم لا مانع من أن يعلل بأكثر من علة؟ وعمال حرجم شمال يمين يا أخي، عملت في صوتي كده؟ طب ما أنا قلت الكلام ده والله، قلت ما فيش مانع أن يبقى عدم إقامة الجمعة لعدة علة. أولا أنه ليس مستوطنا، وأنه إلا بقى أن يدعى انه الاستيطان مرحله بعد كده. لكن الكلام ده قلناه والله في ثنايا الكلام. فان كان مسافرا بيقول لك الا ان يجاب بانه لا مانع ان يكون عدم فعله الجمعه
لأسباب منها عدم الأبلية وأنه مستوطن. الله. ولذلك أنت لما قلت لك يجوز التعليل بأكثر من علة قلت لي إيه؟ قلت لي نعم. الله حلو. خد يا مولا. سيدي لكن هذا الشرط. ابن حجر. هيستعين بهذا الشرط. لا. خلي بالك. هو ترك الجمعة ليه؟ مسافر. واحد. اثنين. عدم الإقامة. عدم التوطن. ثلاثة. ليست خطة بناء. وده اللي أنا قلته لك في أول الكلام وأنت اعترفت بيه. وبعد كده ضحركتني لكلامك. ماشي؟ يبقى احنا قلنا ايه؟ اللي فكرنا فيه فكر فيه الامام. يعني ابن حجر قايلها قبل كده. راحت عليك يا دنيا. اخونا مستوطنا. ايه بقى انه لا مانع ان يكون عدم فعله؟ يا سلام الحمد لله. طيب في بقى على الحواشي يا مولانا خير الفائزي وريني كده بقى الحواشي لعل يكون فيها حاجة. احنا الحمد لله بس خلي بالك البجرمي وشيخه العزيزي ما اقتنعوش بكلام ابن حجر، وإلا لو اقتنعوا بكلامه كانوا نقلوا الجواب، لكن أنا مقتنع بكلام ابن حجر. أخطأ الأصحاب؟ إلا أن يجاب فيه بحث. فيه بحث ظاهر اللي احنا بعد كده قلناه. احنا قلنا الاثنين. هي محيرة لأن سلمنا أنه لا مانع مما ذكره، إلا أن عدم إقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع مما ذكره لا يدل على هذا السبب المعين. احتمال يكون لهذا أو لهذا أو لهذا، أعني عدم الاستيطان لجواز أن يكون لغيره دونه، فلا يثبت المطلوب خصوصا. ها وهذه واقعة حال فعلية لا تدل على يعني المطلوب منها تعيينا. عبارة البصري وقوله بأنه لا مانع إلى آخره مسلم، لكنه لا يجدي لأنه مستدل لا مانع. ومستوطن ثم أي وعدم مستوطن في عرفة. وقال لك إيه؟ دي مشكلة قديمة وحديثة. قد كانت عندي النسخة دي. انت عارف انا جايب النسخة دي سنة كم؟ أخت النسخة دي عندي وجبتها بكم وجبتها فين؟ وكأن هذا المشهد في ذهني من حوالي كام؟ هقول لك انا سنة 94، من 28 سنة، وجبتها من مكتبة كانت في رمسيس، واخد بالك؟ وكان تقريبا يوم خميس، لا فاكر سبحان الله. والنسخة دي نزلت اشتريتها ب 140 جنيه. 140 واخد بالك ايه؟ 10 اجزاء. كان غالي. قلت ايه ده؟ انا شافعي، ما يكونش عندي تهفه مهتاج، استغفر الله. هيا بنا. فذهبت واشتريت هذه النسخه ب 140 جنيه وركبت الاتوبيس، وسبحان الله كان يوم خميس وكانت الدنيا سهله، ورحت المكتبه لقيت المكتبه مقفوله كده زي الرواق الجوي، واخد بالك؟ بس الرواق الجوي مقفول عشان الكورونا. وفضلت اخبط على المكتبه، كانت في الدور الثاني. يا اخوانا انا كلمتكم في التليفون، عندكم التحفه؟ قالوا ادفع ال 140. 140 ده كان مبلغ كبير. فدفعت ال 140 وجبتها. وكنت وانا صغير افضل اقرا فيها ما فهمش حاجه. وانت فاكرني يعني بسم الله ما شاء الله وما بقرا كده على طول؟ لا، في البداية. أما الآن لا، حاجة تانية. ومش دايما يعني، ولكن ما كنتش أيأس.
كنت أفضل أقرأ 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 اللي أفهمه في دماغي، واللي ما فهموش هفهمه بعد كده. وأقرأ وأقرأ وبعد كده والآن اللي بفهمه بقرأه الحمد لله وخلاص واستوعب، واللي ما فهموش أفضل دلوقتي لا أقعد أقرأ وأبص فيه وأروح أجيب الكتاب الفلاني والكتاب العلاني وأظل أبحث معه إلى أن يطمئن قلبي وأعيد النظر فيه. طب المشكلة العلمية ما حلهاش البجرمي ولا مشايخ، وهحلها أنا، خد يا عم بس أهم حاجة أنا فاهم. طيب خلاص يا عم الشيخ، ايه مين هو الشيخ ابن حجر؟ طبعا يا عم انا بس صلى على الحبيب، قول اللهم صل على سيدنا محمد. انا جاي عشان اتعلم والله، لا فقيه ولا بتنجان. تحب البتنجان؟ انا عاشق للبتنجان، وبالاخص الاسود الصغير ده عندما يقلى في الزيت صح بيبقى حلو. والله بتبقى فتنه، تاكله بجوار الطعميه حاجه يعني ايه، بفضل الله كلنا جايين نتعلم وكلنا يعني على باب الكريم. قال والصحيح انعقادها ب40. يبقى خلي بالك ان هو جمع بايه، وان تقام ب40 مكلفا حرا ذكرا، وبعد كده قال لك والصحيح انعقادها ب40 بالمرضى. ما انا عمال اقول ايه ده، طب ما هو قال هنا وان تقام ب40 وهنا قال والصحيح انعقادها ب40، الاثنين دول ايه الفرق ما بين، وانا عمال افكر. طب سيبني يا اخي افكر للاخر، كنت هقول لكم طب ايه الفرق ما بين فوق وما بين تحت، ما دي هتنعقد بيهم ودي تنعقد بيهم. اتاري الشمله مضلله، والخطا ده جاي منين؟ من الشمل، لان انا بقطع من الشمله واحط هنا وابدا ابحث في الكتب. ولكن من اليوم هقوم اعمل حاجه ظريفه، هقوم طابع يعني من المحلي طبعة دار المنهاج واخليها قدامي هنا، لان حيرتني الجزء ده وابحث عن الجمله دي هنا وهناك وفي اكثر من كتاب. طب ايه ده وصحيح انعقاده ب40 واكتب في الورد في الشمله مفيش، يبقى عندنا ايه انعقادها بالايه، بالمرضى. قلنا المريض ليه؟ لان المريض من اهل الكمال، الا ان الله سبحانه وتعالى خفف عنه فرفع عنه وجوب صلاة الجمعة. والأظهر أن والأظهر تنعقد بالمرضى. إيه ده؟ مش والصحيح انعقادها بالمرضى؟ وبعد كده قال إيه بقى؟ شفت بقى وده تحريف. أنا عندي ده. إيه؟ أنت عندي زي عندك زي ما عندي؟ صحيح انعقادها ب40 وتنعقد بالمرضى لكماله. انعقادها بايه؟ انعقادها ب40. طب مش تقول، ما انا كاتب زي ما انت قايل ده اللي موجود على الايه ده، ولذلك الشمله واخده من النسخه دي. دي اللي حيرتني، بقول لك دي توبت، ده خلتني لفيت حوالين نفسي والله. طب ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ ما انا لازم نربط، عايزين نفهم ده رايح فين وجاي منين. ان تقام ب40 وصحيح انعقادها ب40 وانا عمال الف، وبعد كده والاظهر تنعقد بالمرضى. يا عم انت رايح فين؟ طلع ان النسخه بقى اللي عندك دي مصحفه. لا ما ترميش، احرق، لان فيها كلام الله سبحانه وتعالى. عندك يا سليم اللي عندك ايه بقى عشان الواد ده؟ والصحيح انعقادها بالايه؟ بكماله. يبقى عندك يا مولانا والصحيح انعقادها ب40 وتنعقد بالمرضى، كده غلط. وتنعقد وتمسح الكلام ده. ايه؟ قوله وتنعقد بالمرضى. وتنعقد بالمرضى.
ده خطأ قديم. ما انا بقول لك بصيت بعد كده في قليوبي لقيته زي قلت لا. طيب مين اللي معاه بتاع الدار المنهاج نسخة الدار المنهاج؟ قال ايه؟ لكماله. هات يا عم الشيخ. هو الكنز كنز. اه والله الكنز يا مولانا كنز. فين؟ انت مصورها دي؟ طبعا اولى. طبعا اولى. فين يا عم الشيخ يا عز؟ الصحيح انعقادها للجمعة بالمرضى لكمالهم. صح كده النسخة دي هي اللي مظبوطة. طب مين بقى اللي معاه النسخة بتاعة الحلبي قديما؟ طيب كده حلو. طب بيقول لك والأزهر. والأزهر ازاي؟ طب المغني يا مولانا صحيح من قولين ان قالوها بالمرضى لانهم كاملون. صح. والثاني اللي هو بقى مقابل الايه؟ مقابل الصحيح. يبقى النسخة بقى اللي عندك دي فيها مشكلة مولانا، فيها مشكلة. لكن دي انت عندك دي توريني كده. قالي هنا انت عندك الحلبي القديمة، هات الحلبي القديمة. اوعى تقول لي بأربعين. والصحيح انعقادها بأربعين وتنعقد بالمرضى. بالمرضى مش بالمرضى. مرضى ايه؟ حلبيه. اه الحلبيه كده. لكن اظن فيها مشكله. اظن فيها مشكله. انت عندك يا عز كده تاني كده المنهج؟ نعم. والصحيح انعقادها بالمرضى لكمالهم. انعقادها بالمرضى لكماله. وتجري نفس العبارة ويجري نفس العبارة يا سيدي في عمدة. والصحيح انعقادها بأربعين وتنعقد. طب ما هو تكلم على انعقادها يا عم الشيخ بأربعين. طب ما هو قال قبل كده، ما هو قال قبل ذلك يرجع كده بيقول لك ايه؟ وان تقام بأربعين. طب ما هي ان تقام بأربعين بيتكلم على الانعقاد. فهيبقى في تكرار. نسخة دار المنهاج احسن. دي فيها مشكلة. بيقول لك والصحيح انعقادها بأربعين وتنعقد بالمرضى وتنقلب ظهورهم لو كانوا فعلوها نفلا مطلقا. اه حته حلوه دي. لا احنا هنشتغل على نسخه دار المنهاج. اما وصايا انعقاده بأربعين لا في مشكله في المخطوط. اصلا يجري خلاف في 40 قبل 40. طب ما هو ده اللي هيتفهم ان هو ممكن كمان ما تنعقدش بأربعين. طب ومقابله ايه؟ فين المقابل؟ والصحيح انعقادها بأربعين وتنعقد بالمرضى لكمالهم والثاني لا تنعقد بهم كالمسافرين. ده كمان يفهم وتنعقد بالمرضى لكمالهم ان هو في خلاف. يبقى هنا والصحيح في خلاف أربعين ولا اقل ولا دون أربعين ولا فوق أربعين. لا طيب هيبقى مكرر مع قوله سابقا وان تقام بأربعين. لا ده ما ينفعش. خد يا عم الشيخ. وفي نهاية هذا الخلاف يعني والصحيح قولين من القولين. والصحيح من القولين انعقادها بالمرضى. ده هنا جعلهم وجهين. القولين دول جعلهم هنا وجهين. لا. والصحيح من القولين يبقى هم قولين انعقادها بالمرضى
لا، ما احنا هنمشي مع نسخة دار المنهاج لأنها أضبط. وكلام بعدي كلام الإمام لا يشترط كونه فوق 40، هذا يعني ده بيتكلم على الإمام، هل يشترط إن هم 40 بالإمام ولا 40 بغير الإمام؟ كلمة وتنعقد والصحيح انعقادها بأربعين، لا ديت يا مولانا شديدة الإبهام. لا لا لا، هذا يعني كلام. طيب لكمالهم، قال لأن المرضى أهل كمال. طب ولماذا لم تجب عليهم؟ قالوا لم تجب عليهم تخفيفا ودفعا للمشقة والحرج عنهم بالمرضى لكمالهم، لأنهم الكمال جاي منين؟ أنهم مكلفون يعني بالغون عاقلون، يبقى أهل كمال أحرار أهل كمال. وعدم الوجوب عليهم ده بقى جواب. طب لماذا لم تجب عليهم الجمعة؟ قالوا تخفيفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. موسى جاب لنا العبارة منين ده يا موسى؟ هو موسى هنا ولا موسى فين؟ العبارة دي منين يا موسى؟ بيقول وخامسها أن تقع بأربعين ولو مرضى. والله صدق ممكن تكون العبارة اللي عندهم هنا والصحيح انعقادها بأربعين ولو مرضى، يبقى في حاجة في النسخة بتاعت الحلبي، يبقى والصحيح ممكن تبقى كده. ده المغني ده ده ايه اللي جايبه؟ بعته موسى، ارسله موسى اللي يرسل كتاب يا مشايخ ومنهم موسى يكتب جنبه هذا الكتاب ده يا موسى. طب مش تقول يا موسى طيب يا مشايخ، انا شايف بقى ان النسخة ممكن تبقى ايه قريبة من هنا، والصحيح انعقادها بأربعين ولو مرضى لكمالهم وعدم الوجوب عنه، والثاني لا تنعقد بهم يعني بالمرضى. تمشي كده خيري؟ هو لا أربعين هذا من قبل الكلام قبله. ايه هو الكلام اللي قبله؟ الطبيب وزيارة المقام بأربعين كلام. وايه؟ لا علي صوتك. وأن تقع عن بأربعين ومرضى أو منهم الإمام مكلفا بأربعين. لا فينا ما فيش الكلام ده عندي خالص، بيقول لك وأن تقام بأربعين مكلفا. هم وصعين عقدوا بأربعين، هذا ليس من المتن ولا من المتن؟ من المتن، متن المنهاج بين كوسين من المتن. طب وروني كده متن المنهاج لوحده، احنا هنحتار ولا هات يا ابني متن المنهاج، ما احناش منقولين غير اما نفهم القصه دي ايه. وان تقام بأربعين مكلفا حرا. المتن اهو بيقول لك وان تقام وصعنا عقادها بالمرضى وأن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يضعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، والصحيح انعقادها بالمرضى. لا صح، الجملة الزيادة دي أنا مش شايف لها وضع خالص، وأن الإمام لا يشترط أن كونه فوق أربعين، ولو انفض الأربعون أو بعضهم من الخطبة لم يحسب المفعول. لا، جملة دي جملة من يعني أظن أنها اقحمت من النساء. لا 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 لا، الإمام ليس إمام الحرم، الإمام لا، الإمام الخطيب الإمام لا يصلي بيهم يا شيخ. ليس
الخطيب الإمام المصلي إنه قال لا يشترط كونه فوق 40. الإمام مش إمام الحرمين. الإمام الإمام الجمعة يعني. لا يشترط كونه فوق 40. لا يقول لا يشترط كونه من 40. لا لسه ما جينا لهاش دي. والصحيح أن الإمام لا يشترط كونه يعني الإمام فوق 40. يبقى هو من 40. يبقى 40 بالإمام. مش 40 من غير الإمام. يبقى الإمام 41. لكن الجملة هنا ديت والصحيح انعقادها بـ40 وتنعقد بالمرضى، أنا أرى أن هذه الجملة فيها مشكلة. ولذلك غير موجودة هنا. طيب أحسنتم. أحسنتم يا مشايخ. أيوة كده ده بقى التدقيق. قال والمقابل والثاني اللي هو مقابل الصحيح. وده يعني على أنه وجه. وإن كان في نهاية المحتاج يقول لك لا ده ليس وجها إنما هو قول للإمام الشافعي. فهل يا ترى هذا من قبيل الأوجه أم الأقوال؟ اللي في النهاية أنه من قبيل الأقوال. قال والثاني اللي هو ولكن هنا بيقول لك إيه والصحيح يبقى من الأوجه لا تنعقد الجمعة بهم. يبقى لا تنعقد الجمعة بالمرضى قياسا على المسافرين كالمسافرين يعني قياسا عليهم أي كما لا تنعقد بالمسافرين. لكن قال وحكاه في الروضة كأصلها قولا. شفت بقى أرجع بقى هل هو من قبيل الأقوال أم من قبيل الأوجه؟ يقول لك في روضة الطالبين حكي من قبيل الأقوال وليس من قبيل الأوجه. قال العلامة الخطيب والخلاف قولان لا وجهان، فكان الأولى أن يعبر بالأظهر. ده كلام من الخطيب الشربيني. طيب خلصنا من الجملة دي، خش على اللي بعدها. وقد أرهقتنا. الصحيح من قولين أيضا أن الإمام لا يشترط كونه فوق 40. يبقى 40 دول 39 والإمام هو 40 وكلهم من أهل الكمال. ليه؟ قالوا لإطلاق الحديث المتقدم، لأن الحديث أطلق ما قالش إن هم 40، قال 40 والأربعين دولت يعني وفيهم الإمام، ولم يقول 40 والإمام 41 لا. وقيل يشترط يعني يعني أن يكون الإمام زائدا على 40 لإشعار يعني للدلالة الخفية. الإشعار اللي هو يا مشايخ الإشعار هو الدلالة الخفية. قالوا لإشعار الحديث السابق بزيادته. عايز يقول إن الحديث لما تقرأ كده وتمعن النظر فيه يقول لك إنه هو كان زائد فوق 40. أصول لك وجمع بالمدينة وكانوا 40 رجلا. هو مين اللي جمع؟ سيدنا النبي. وكانوا يعني الذين صلوا وراءه 40 رجلا. يقول لك لما تمعن فيها كده تلاقي ان سيدنا النبي هو الواحد لا هم الـ40 هو حاجه تانية خالص. يقول لك لانه جمع بهم. يبقى جمع وكانوا المجمع بهم 40. يبقى المجمع بهم 40 وسيدنا النبي واخد بال حضرتك الواحد الفرد الكامل 41. فيقول لك الحديث ايه يشير اشاره خفيه الى هذا. قال
لإشعار الحديث السابق بزيادته. قلنا لا نسلم ذلك، يعني لا نسلم أن الحديث يشعر ويدل دلالة قفية أو ظاهرة على أن الإمام كان زائدا على الأربعين، وكانوا يعني مجموع الإمام والمأمومين أربعين. خلي بالك، بص بقى، ارجع كده وانا فاهمك فيها حتة حلوة قوي. يبقى جمع بهم وكانوا اللي هم مين؟ يقول لك مجموع الإمام والمأمومين أربعين، وكانوا يقول لك لا، وكانوا يعني المجمعين اللي هم ما عدا الإمام أربعين. يبقى وكان الضمير هنا اللي هو الواو عائدة إلى الإيه؟ إلى الذين صلوا الجمعة، الإمام والمأمومين أربعين. ولذلك الإمام المحلي يقول لك إيه؟ لا نسلم، يعني لا نسلم أن الحديث يشعر بذلك. لماذا؟ لأن قوله وكانوا يعني الذين صلوا الجمعة، الذين فيهم الإمام والمأموم أربعين. وحكي الخلاف قولين أيضا، ما بين إيه وما بين إيه بقى؟ ما بين اشتراط أن يكون الإمام 41، وما بين أنه لا يشترط. قيل أيضا هذا ليس من قبيل يعني الأوجه، وإنما هو من قبيل الأقوال، وإن الاشتراط قول قديم، وإن الاشتراط إيه؟ قول قديم قاله الإمام الشافعي قبل أن يدخل إلى مصر، قاله إيه؟ قبل أن يأتي إلى مصر. كلام جميل. ويشترط العدد المذكور من أول أركان الخطبة إلى الفراغ من الصلاة. يبقى لابد أركان الخطبة يوجد فيها 40، والصلاة كذلك يوجد فيها 40. يبقى من أول الصلاة إلى آخر، من أول الخطبة إلى آخر الصلاة لابد من وجود 40. طب لو في أركان الخطبة انصرفوا، لا يعتد الركن الذي يعني أتي به وقيل في غيبوبة 40. لازم أن يبقى حاضر 40. والصلاة لو 39 ما ينفعش. يعني شروطها دقيقة قوي، يعني صعب قوي تحديدا. الحمد لله الذي جعل لنا في مذهب أبي حنيفة فسحة. اكتبها دي كومنت كده، الحمد لله الذي جعل لنا في مذهب أبي حنيفة فسحة. فسحة يعني ساعة. شو مسألة صعبة قوي، هتطبقها انت ازاي؟ هتنزل تصلي؟ قبل ما اصلي همسك كده العدد، عدوا لي نفسكم 40 ولا 41؟ وانت بالغ ولا مش بقى؟ كله يطلع بطايقه يطلع الايدي واخد بالك؟ لا مش كده يعني. طب وانت مستوطن ولا متوطن؟ لا ده صعب قوي، واخد بال حضرتك؟ دي صعبه جدا. لا يا مول، الحمد لله الذي جعلنا في مذهب ابي حنيفه فسحه. لو لازم السلطان يعني بأربعين، بعدد 40 يعني نلزم بأمره أم مال السلطان بيها؟ السلطان هيتدخل في عبادتنا مثلا؟ السلطان مات الحمد لله خلاص، ما بقاش في سلطان. يفتي لكم أهلكم. ألزمها أعمل يعني مثلا يعني قرار رسمي، قرار رسمي لا يجوز العمل بغير مذهب الإمام الشافعي. طب ما تقول كده، السد انت طلعت مكر. فرع ذكره الماوردي، لو أمر السلطان الإمام أن لا يصلي إلا بأربعين لازمة الكده، ما لن نصلي الجمعة إلا على مذهب الإمام الشافعي. وجب على الجميع أن يلتزم هذا.
ولو رآه مذهبا. والحمد لله ما فيش عندنا كده بفضل الله. ليه؟ لأن المسألة فيها تضييق شديد لقصر ولايته على ذلك. بيقول لك ولو رآه مذهبا ولا يجوز أن يستخلف من يصلي، وإذا أمره أن يصلي بأقل من 40 وهو لا يراه ففي صحة ولايته وجهان. بقول لك يا مولانا امسك خلينا مع أبو حنيفة رضي الله عنه. تهدي تعبنا ليه؟ يعني هنزل أنا كل مسجد يا عم الشيخ ها غير المصريين ها يقوموا وعد المصريين اللي موجودين ما لا تنعقد بالإيه بالماليزيين لا لكونهم ماليزيين ولكن لكونهم يعني صار حالونا بعد ذلك. أتمنى أن يجلسوا. فما بالنا بإلزاماتهم؟ يعني نحن نقل في إلزام؟ ما فيش إلزام عندكم في 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 محافظة يعني. عندك يعني لا يجوز الصلاة إلا قبل زمن جاي طبعا. لا حول ولا قوة. التزم التزم ده بالعكس هتبقى. طب هيعملوا ايه في المساجد الخالية؟ والله انا شايف انه ممكن يكونوا فعلوا هذا من اجل تقليل يعني من اجل تقليل انتشار الجمعة يا مولانا. من اجل ان يحدوا من التعدد، لان الان في مصر حاجة غريبة. انت ممكن تخش كده تلاقي مسجد فيه ثلاثة، وبعد شارع ولا حاجة مسجد تاني فيه ثلاثة ونص، وبعد شوية لا. هذا شيء كثير كثير. طب التزم يا شيخ. نص الموارد بيقول ده، بيقول لك وإذا أمر السلطان الإمام في الجمعة ألا يصلي بأقل من 40 لم يكن له أن يصليها بأقل من 40 وإن كان يراه مذهبا. يا والله أنا قلت كده، العبارة مش سليمة. وإن كان يراه اللي هو إيه؟ الأقل من 40 مذهبا. وإن كان يرى إنه يجوز إن هو يصلي بأقل من 40 وجب عليه أن يلتزم. قلت لك العبارة هنا في مشكلة. المشكلة الأزمة في النقل. نحن نواجه أزمة النقل. في أزمة في النقل يا مشايخ. نرجع نقراها كاملة. طيب فبيقول بقى يا عم الشيخ، بيقول لك وإذا أمر السلطان الإمامة في الجمعة، عشان يخرج طبعا العيدين ويخرج الاستسقاء، فلا يشترط فيها هذا، ألا يصلي بأقل من 40 لم يكن له أن يصليها بأقل من 40. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يلزمه ذلك. طب افرض أنه صلىها بأقل من 40 تصح؟ لا. سؤالني بقى معلش، الإمام لا يجعل الصفات شروط لأنه ليس منشئا. خد بالك أنا بقول على فهمي ورأيي، ليس منشئا. ألا يصلي بأقل من 40 لم يكن له أن يصليها، اللي هو الإمام بقى إمام الجمعة، أن يصليها اللي هي الجمعة بأقل من 40 وإن كان يراه مذهبا. وإن كان إمام الجمعة يرى أنه يجوز أن يصلي الجمعة بأقل من 40 ولأنه مقصور على 40 قصر. يعني إيه؟ لأنه جعله ملزم بأن يصلي 40 وصرفه عن الصلاة بما عداه، فوجب عليه أن يلتزم. ويجوز أن يستخلف عليهم من يصليها، ويجوز لمين بقى؟ للسلطان أن يستخلف، يجعل هناك أئمة يصلون بالناس الجمع بأربعين
أن يستخلف عليهم من يصليها لصرف ولايته عنها. ليه؟ لأنه ليت منعقد على هذا، ده من ضمن أعماله، من ضمن ولايته. وإذا أمره السلطان لا، يبقى خلي بالك، عايزين نرجع. ويجوز أن يستخلف عليهم مين بقى؟ السلطان ولا إمام الجمعة؟ خليكم معايا. يبقى هنا بيقول ويجوز أن يستخلف عليهم. هل يجوز دي رجع لمين؟ يعني هل الإمام له أن يستخلف ولا هو بيتكلم على السلطان؟ لا، أنا أظن الإمام، لا الإمام مش السلطان. ويجوز اللي هو لإمام الجمعة أن يستخلف عليهم من يصليها. يبقى الإمام اللي هو إمام الجمعة له أن يستخلف من يصلي الجمعة نائبا عنه وبدلا عنه بالأربعين. بيقول لأنه مقصور على الأربعين. لا لا مش كده، لصرف ولايته عنها. فإذا أمره السلطان أن يصلي بأقل من أربعين وهو لا يراه ففي ولايته وجهان. لا، الجملة اللي فاتت دي عايزين نفهمها. بيقول ويجوز أن يستخلف عليهم مين بقى اللي إذا أمر السلطان الإمام في الجمعة ألا يصلي بأقل من أربعين، دي مفهومة لأنه مقصور. طيب، ويجوز أن يستخلف عليهم، يعني نيجي نفهمها الأول. ويجوز للإمام، إمام الجمعة، أن يستخلف على المصلين من يصلي به لصرف ولايته عنها. يعني إيه لصرف ولايته عنها؟ وإذا أمره السلطان، دي قضية تانية. يعني إيه بقى هنا لصرف ولايته عنها؟ النقل هنا نقص في انت النقل اللي عندك فيه مشكله اصلا. النقل اللي عندك هنا ده فيه مشكله. احنا عايزين نفهم الاول ده ان كان كما كان. طيب، ويجوز ان يستخلف عليهم من يصليها ولا هو الإمام؟ ويجوز أن يستخلف الإمام من يصلي الجمعة لصرف ولايته عنها. تقول إيه؟ في عمدة المحتاج ولا يجوز؟ في عمدة المحتاج ولا يجوز؟ ما أنا عشان كده مضطرب في فهمها. وريني كده بقى، في مشكلة. ولا يجوز أن يستخلف، صح، لصرف ولايتي عنها، لأن هذه ليست من ولاية إمام الجمعة. ما تنسبش مع التعليل. هنا في مشكلة وهنا في مشكلة. يقولك ولو أمر السلطان الإمام أن يصلي. طب شوف هنا كده برضك في أكثر من مصدر، ما مش هنمشي غير ما نفهمها إن شاء الله. إلا بأربعين لازم، ولو رآه مذهبا. شفت بقى ايه بقى اللي هو لو رآه؟ ايه الضمير ده عايد لإيه؟ ولو رآه مذهبا في مشكلة. يبقى بيقول لك ايه بقى؟ وإن لم يكن له، ولم يكن هنا بقى الزيادة، انه ايه بقى؟ ولم يكن له أن يصلي بأقل من أربعين وإن كان يراه مذهبا. ولو رآه مذهبا، في هنا جملة ناقصة اللي هي ايه؟ ان هو ليس له ان يصلي بأقل من أربعين وان كان الإمام يرى ان الصلاة بالأربعين جائزة وصحيحة لقصر ولايته على ذلك. تعليل لمين بقى؟
لقصر ولايته. هنا بيقول لي بقى لأنه مقصور على 40 لقصر ولايته لقصر ولايته اللي هو مين؟ اللي هو الإمام. على ذلك أي على 40. طيب هي كده ممكن تكون كده الجملة لغاية هنا تمام. إمام له ولاية أو سلطان؟ لا هو قصر أصل الإمام قصر ولاية السلطان قصر ولاية الإمام على أن يصلي بالأربعين. قال له لا تأم ولا إلا الأربعين لقصر ولايته، يعني لأن الإمام السلطان قصر ولاية الإمام على 40 كده لغاية كده مفهومة. ولا يجوز أن يستخلف، أهم رجع لمين بقى؟ دي رجع للإمام مش للسلطان. ما هو احنا لو نفهم يا بلاش يا مروح يا شيخ مودي او مودة او اي حاجة في اي حاجة تمام كده؟ احنا بالمزح والمزاح دليل الحب يا شيخ مودي. وكان شيخي رضي الله عنه دائما يمازحني، والممازحة حب. اكتب فإنه لا يخرج منه إلا حقا. ولا يجوز، هنا بقى في الـ 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 الأحكام السلطانية ويجوز، وهنا الأحكام السلطانية العلة لصرف لا تناسب الحكم، العلة منتجة للنفي. وهنا يقول لك إيه؟ ولا يجوز أن يستخلف، مين اللي هيستخلف؟ اللي هو الإمام، إمام الجمعة، من يصليها؟ يبقى لا يجوز. ليه؟ لأنه ليس له ولاية في هذا. أنت ولايتك تصلي، السلطان عينك لتصلي، وليس لك ولاية في أن تستخلف، إنما لك ولاية في الصلاة فقط. ولذلك بيقول لك ويجوز أن يستخلف، لا ولا يجوز أن يستخلف عليهم من يصليها، لأن ولايته مصروفة عن الاستخلاف، ليس له حق وأهل في أن يستخلفه لأنه لا يلي شيئا. وإذا أمره أن يصلي بأقل من 40، يبقى النص هنا منقول باقتضاب شديد. ولذلك شوف نصوص الكتب تعرف بقى تفكها منين، نجيب المصدر. صلحنا العبارة هنا من الأحكام السلطانية، وصلحنا الأحكام السلطانية من هنا. ولذلك نرجع بقى النسخة قديمة. هي النسخة دي بتاعت ايه؟ نسخة ايه دي؟ سنة الشملة، وبيضحك لي الشملة وكأنها نسخة سيدنا جبريل. طيب النسخة الشملة، طب شوفوا لنا كده واحدة بي دي اف، شوف كده يا مهدي واحدة بي دي اف. بس كويس ان انت جبت النص من الشملة، انت ولد كويس جيد في البحث. شوفوا لنا نسخة، عايزين نشوف ما ده خلاف الزبد، ده درس موسع. ويجوز أن يستخلف عليهم، لا ولا يجوز أن يستخلف عليهم من يصليها. أنا أظن برضك هتلاقي، طب شوف وريني كده المغني، ممكن المغني يذكر الفرع ده، ما احنا سايبينه إلا لما ننتهي من دراسته دراسة جيدة. هنا المغني يقول لك وتنعقد بأربعين من الجن كما قاله القمولي، لكن عن النص من ادعى أنه يرى الجن يكفر،
لمخالفته لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وقال بعضهم يمكن حمله على من دعا رؤيتهم على ما خلقوا عليه، إن هو يشوفه على إيه؟ على هيئته التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه، أما إذا رأه على هيئة أخرى ما فيش مانع. ويحمل كلام غيره على ما إذا تصوروا في صورة بني آدم ونحوه. لهم قدرة على التشكل، وهذا حسن. حسن مش حسين. قال ولو كان في قرية 40 أخرس، لغاية ما تجيبوا لنا بس النص، فهل تنعقد جمعتهم؟ طب هدول تعملوا ايه 40 أخرس؟ طب تسمحهم ايه؟ المشكلة كمان الإمام يبقى أخرس. الأوجه الجزم بعدم الانعقاد، لأنه لابد من الخطبة وما فيش خطبة. لا تكون مقام العبورة. لا، ما ذكرش الفرع ده. طب شوفها كده في الشملة، كده في أي حاجة في الشملة، في بحر المذهب للرويان. في بحر المذهب للرويان، طبعا ومدام في بحر المذهب للرويان يبقى أكيد هو ما نقلهاش من الأحكام السلطانية، هو تلاقينا قالها من الحاوي الكبير. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك قال ابو حنيفه لا تنعقد الا باذن السلطان او من يقوم مقامه، ولا يجوز لاحد الرعيه اقامتها. لا لا، ما احنا عايزين النص. لا خد. لا، لقيت حاجه عندك؟ لا يا الحاوي. لا، ممكن تبقى في الحاوي الأحكام السلطانية تاني، نسخة تانية دي ولا؟ برضك ويجوز. ده مشكلة قديمة لأنها مقصور على الأربعين ومصروف عما دونها، ويجوز أن يستخلف عليهم من يصليها لصرف ولايته عنها. لا، وإذا أمره السلطان أن يصلي بأقل من 40، خلاص يا أولاد اكتبوها كده في دماغك أنه لا يجوز. تمام. قال بيقول وإذا أمره السلطان، أهو بيقول لك وإذا أمره أن يصلي بأقل من 40، وهو اللي هو مين بقى؟ الإمام، إمام الجمعة، لا يراه. أنا شافعي، أخذ بالك، وهو أمرني أن أصلي بأقل من 40، أنا شافعي، ففي صحة ولايته وجهان. بيقول وهو لا يراه ففي ولايته وجهان، أحدهما أنها باطلة لتعذرها من جهتي، إن هو يوليني أنا الذي لا أعتقد جواز الصلاة بما دون 40، توليتي باطلة، يبقى في توليته لهذا يعني غير صحيح، هذه التولية غير صحيح، لأنني لا أعتقد، كيف أفعل شيئا لا أعتقده؟ أنها باطلة لتعذرها، اللي هو إيه بقى؟ تعذرها اللي هي الصلاة والولاية، من جهته يعني من جهة الإمام. والثاني أنها صحيحة، لا إيه؟ اللي هي الولاية، وأنا كإمام أستخلف من يصلي بهم ممن يعتقد أنها تجوز بأقل من 40. ويستخلف من يرى ذلك، يبقى التولية دي صحيحة. حلو كده؟ الأول بيقول التولية باطلة، الثاني بيقول لا التولية صحيحة ولكن هيستخلف.
بس هو كده ليه هو قال يعني له أن يستخلف؟ بعد كده بقى بيقول لك ايه كلام تاني. المهم ولكن هذا فرع لطيف، وهل من قلد إمامه إمامة الخمس، وهل لمن قلد إمامة الخمس أن يؤم أن يؤم في صلاة الجمعة إذا قلنا إنها ظهر؟ لا، من لاش علاقة بده. خد ها لقيت حاجة؟ طيب لا تعمل شيء. يبقى تولية السلطان الإمام بقال المرض وصلاتها أن يحرم الإمام وصلاة الجمعة 40 رجلا في صحيح ثم ينفضوا. لا مش عايزين دي. بنى على ظهري لو نقص واحد من الأربعين وقال بنى. لا لا احنا مش عايزين دي خالص. احنا عايزين العبارة بتاعت الولاية، تولية الإمام. هو هيوليه السلطان، هيولي الإمام. هنا بيقول لك وإذا أمر السلطان الإمام في الجمعة، أمر السلطان الإمام في الجمعة أن لا يصلي بأقل من 40، لم يكن له أن يصليها بأقل من 40، وإن كان يعني الإمام يراه مذهبا. إيه هو اللي هو الصلاة بأقل من 40؟ لأنه مقصور على 40، لأنه يعني إمام الجمعة مقصور يعني ملزم بأنه هو يصلي بال40 ومصروف وممنوع، يعني ومنعه السلطان من أن يصلي بأقل منها. ويجوز أن يستخلف عليه، يبقى يجوز للإمام أن يستخلف على المصلين من يصليها. من يصليها في أنهي صورة؟ في صورة اللي هو أقل من 40، يعني أنا يجوز لي وخبر حضرتك إن أنا يعني أستخلف من يصلي بالأقل من 40 وبالأربعين كمان، لأنه مقصور على 40. لا ولا وإن كان لأنه مقصور أو مصروف عما دونه. ويجوز أن يستخلف من يصليها لصرف ولايته عنها. لا ولا يجوز أن يستخلف عليهم من يصليها. يصليها بكم بقى؟ بال40، لأن ولايته مصروفة عنها، عن الاستخلاف يعني. ليس له أن يستخلف لأن ليس له ولاية الاستخلاف، إنما له ولاية أن يصلي. هنا إيه بقى؟ هنا هو يتكلم باستخلاف من فإن عين ولايته، فإن عين له الإمام من يستخلفه فيه صارت ولايته مقصورة على تنفيذ ولاية المستخلف ومراعته، وخرجت عن ولايته عن ولاية الحكم والاختيار، ولم يكن له عزم المستخلف وإن كانت له. ماشي خلاص. يستخلف الإمام، فإن عين الإمام على من يستخلفه. دي إيه ده؟ كتب إيه؟ طب خلاص يلا. إذا يستخلف الإمام الإمام هو اللي يستخلف. على كل حال دي مش من الكنس.